أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حمد رضي النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومحبيه إلى يوم القيامة، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم إلى شيخنا الفاضل الحج محمد زين بن عبد الغني والحبيب محمد بن علوي المالكي والشيخ حسن محمد المشاط والشيخ حسن اليماني والشيخ الله بن عمر الغازي، وخصوصا إلى روح الشيخ محمد بن محمد العزب الدمياطي صاحب مولد العزب شيء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. صل على
محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد. يا صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما، وعلى على فلك السيادة سددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم مدى. ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وارجو الله من إفضاله عونا على نوم لمولد أحمد. قيت عش الأرواح عند سماعه، وتقلد الأسماع جرا والضدا. يا رب اعترف الصلاة ضريحه، وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. هو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت، ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور، إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقرى بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاح وصوله، وعلوا به شرفا مثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة، وبالجنان تخلدا. فهما يقين الناجيان، ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأوعدا. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب عدل الصلاة ضريحه، وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى محمد.
محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرات الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي لكلابهم مجن الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان هسما للأنام ومعضدا السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخر سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه صنع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم أعني من معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب مؤكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بيقض نظامه وهلام فاخره الوجود تقلدا يا رب اطرب الصلاة ريحه ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما أن أراد إلى هنا إظهاره السر المصون الأسعدا يختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا مشرق قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وفى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جنب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا ووهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا
وبعام فتح اللقب وذا العام إذ كم من فتوحات به لم تعهد وجميع أحبار وتأخبره وزها بها وجه الزمان تورد وتقول حاد زهر بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونصعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل الذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عطر الصلاة وأدب عليه السلام ذاتك صرفدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل Be
لم يسلم على النبي ما حفظ ظلام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا، وقام فيها عنده متوجعا شهرا سكيما صابرا متجلدا، وضريحه قد أشرقت أنواره، من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تما من حمل تشعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا، وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا، وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى، وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا، فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا الصالحات. مرحبا وامحو عنا السيئات. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا جد الحسين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجد، وبيض لونها قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سكيت ندى، سهلا لخدها كالثهليته التي قد شرفت عزيم رأس مجدا، أقنى لأرنين أجر وواسعا، فمه حوى درا وحسنا أوحدا، وكحيل طرف كان سيدنا كذا جاد ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا، وحوى هواجب زججت وتفلجت أسنانه مهمر هد أوردا، وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا، من حسن طلعته وجهه شمس اكتست، وبنور جوع جبينه البدر ارتدى، ويفوه منه شذا يفوق بتيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا، ويعزم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا،
ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء ذاهدا والثوب يرقو بل ويهسف نعله والعذر يقبله ويسفه عن عيدا لله يرضى ثم يغضب فشته رماته إذ في عواكبها الرعد وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازه الأصحاب ويمازه الأصحاب حق مزاهه ولهم بنص لا يزال مشددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب أطرد الصلاة ضرحه ولمن السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلهنا قد تمرمناه من نظم بمولده زهى متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غاث العباد بجاهه كن في الخطب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالقل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضل وكن بالجد منك مزودا وامنن بصرف النفس عن شهواتها وكف أدم في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمرضانا وجد باللطف يمن بالمكارم عودا وبهلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واهرس هماطها وأجزل خيره واهزل لمن قد رمى سوءا أورادا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا
وانظر إلى سلطاننا بعنايات وانصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نحذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونهوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك العز بالفكر محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اكفر كذا ذرية وامنهم ستر الجميل مؤبدا وشيوخه أحبة ولقارئ ولسامع يسقي إليه ممجدا ولمجر هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فهش تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدا والآل والأصحاب ما هبت صبا فأملت الغصن الرطيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.